سلمى، وصلنا لمساحتنا الطبية اليوم 31 أكتوبر. خلال الشهر الماضي كنا معكم يوم تقريبا أو شبه يوميا بمساحات طبية مع اختصاصيين بهدف التوعية بمرض سرطان الثدي. هذا المرض للأسف يلي عم يصيب فئة وشريحة كبيرة، ورح نضل أكيد سلمى عم نوعي بهذا المرض. أكيد نحن اليوم بختام الشهر الوردي نارمين، وتناولنا كتير مفاصل كدورنا أيضا بالتوعية، مساهمة بالتوعية ومعلومات صحيح. كانت عم بيتم الإضاءة عليها من الأطباء المختصين اللي استضفناهم والأخصائيين الاجتماعيين. رح نحكي بفقرتنا الختامية لليوم عن كيفية معرفة أنواع سرطانات الثدي، وأيضا رح نرجع نذكر بالكشف المبكر وضرورته. طبعا كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا لليوم الدكتور هيثم العباسي، وهو اختصاصي بالجراحة النسائية، وأيضا هو أستاذ في جامعة دمشق. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم جميع، وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرنا يوميا أو شبه يوميا عم نوعي بهذا المرض، وللأسف بعض السيدات بعضهم بيعتبروا هذا المرض مخيف، وبعضهم عندهم هاجس حتى من فكرة أنه نروح نحن نعمل فحص دوري. خلينا نرجع نحكي عن هذا المرض، هل هو عن جد حقا مميت؟ قديش درجة الخطورة فيه؟ وقديش أهمية الفحص المبكر؟ طبعا احنا في البدايه لازم نعرف اول شيء شو هي الافات الثدي. اذا ناخذ احنا الافات الخبيثه، كمان هي لها اختلافات واشكال مختلفه عند المراه، ويعتبر سرطان الثدي من اشيع واخطر الامراض بعد سرطان الرئتين نسبه الوفيات عند النساء. والدراسات الاخيره اللي صارت في الولايات المتحده عندهم سنويا تقريبا 241 الف اصابه سنويا بين أعمار الأربعين والستين سنة. طبعاً نسبة البقية تبعهم إذا انكشف بكير بتكون عالية نسبة البقية، يعني نسبة الحياة واستمرارية الحياة. أما إذا كشف متأخر تتراجع نسبة البقية. طيب لحنا بهالحالة هي شو بدنا نحكي مشان يصير تعميم بشكل توعية عامة للناس عن هذه الآفات؟ هذه الآفات أول شيء من الآفات المنتشرة في العالم حالياً، ما مخبية على الجميع، وجودها بكمية هائلة موجود، لكن النسبة تبعها لساتها محصورة بنسب قليلة. تتواجد عند الفتيات وتتواجد عند النساء بأعمار المتوسطة وبالأعمار الكبيرة، وتتواجد حتى عند الحوامل. بهالطريقة هي احنا لازم نكون حريصين بجميع الأشكال عند النساء، يعني ليس هناك عمر محصور لهذا الشيء. فأول شيء هو يجب أن يكون هناك بشكل دوري عند أي فتاة أو عند أي أنثى الفحص الذاتي، الإدراك ماهية الألم، لأنه نحن الأمراض الثدي أو أمراض النسائية من الأمراض الصامتة، يعني بتعطي العرض السريري بيكون نحن صارت في مراحل متقدمة ومتطورة من هذا المرض. مشان هيك نحن بيكون نحن على الفحص الدوري للفتاة لنفسها بإمكاننا نحدد نحن إذا في ظهور أي عرض غير مريح للفتاة. ما نقول نحن مرض خبيث أو سرطان أو كتلة أو شيء، أي شكل عرض غير مريح للفتاة أو للأنثى يجب أن تراجع المختص في هذا الموضوع. بهذه الحالة يجب أن يقيم الوضع نوعين، الأورام السليمة والأورام الخبيثة، بينهما كتير مسافة شاسعة وللأسف شديد، وكمان مسافة لاصقة. يعني في بعض الأمراض الورمية اللي ما أنها خبيثة من الجائز إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار أن تنتهي بحالة خباثة كمان. مشان هيك لازم نحن عند ظهور أي عرض سريري مباشرة المعاودة إلى الطبيب لكشف وتحديد نوع هذه الآفة. طبعاً بيلعب بهالشيء هذا عدة أمور، النمط الحياتي، نوع الغذاء، العلاج الهرموني، التواصل الاجتماعي مع الأطباء. هذا كلياته بشكل عام لمحة بسيطة. كيفية الفحص والجس الذاتي للفتاة يتم أول شيء بالنظر للثديين عند المرآة، التوازن، التساوي، عدم وجود شكل مشوه في هذا الثدي، وجود الحلمية بشكل ظاهر، ليس بها غؤور أو ليس بناك من مهالي الثدي أي تحولات. هلأ الخطوة الثانية هي جس الثدي، وهي في وضعية الضجاع، بجس الثدي باتجاه عقارب الساعة بالضغط براحة اليد على الثدي، وفي حال حدوث ألم أو وجود أي تكتلات أو كتل إعلام الطبيب المناسب. هلا بعد ما نحن نحدد هالموقف هذا كلياته ياتي دور الطبيب، واقرب طبيب هو لمتابعه اي امراه هو الطبيب النسائيه والطبيب العام.
مشان هيك يجب أن يكون هذه الأطباء عندهم دراية بكمية عملية فحص الأنثوي حتى نستطيع إحنا أن ندارك اللحظات التعيسة وقت بتصير فيها أمراض خبيثة. فكمان يجب أن يكون هناك عقل شيء كل سنة فحص دوري عن الطبيب للثدي، يعني لا يكفي أنه نحن نسأل المريضة. هلأ في عنا أعراض ظاهرة وأعراض غير ظاهرة. الأعراض الظاهرة وهو المفرزات من الثديين باختلاف أشكالها، المفرزات الشفافة، المفرزات الحليبية، المفرزات القيحية، المفرزات القيحية الشائبة الخضراء، والمفرزات الدموية وهي أخطر شيء. بهيك الحالة هاي نحن بكون حددنا تقريبا عمليا الوضع الفيزيولوجي للمرأة وشو ناحية المشكلة تبعه. هل الألم؟ الألم يتوزع من كتلة الثدي. طبعا الثدي نحن إذا قسمناه إلى 4 أجزاء، جزئين في المنطقة الداخلية وجزئين في المنطقة الخارجية، جزئين علويين وجزئين سفليين. أخطر المواقع التوضع هو الجزء العلوي الوحشي، وهو المنطقة التي بيتوزع فيها أكثر الأورام خباثة، لكن هذا لا يعني أنه لا يتوضع الورم بأي منطقة. هالتوضع هذا يثير ألم مباشرة تحت الأبط وعند الترقوة وفي جدار الصدر، وهذا بيؤدي إلى التهابات والارتكاس العقد الفاوية. في هذه الحالة مباشرة يجب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص المناسبة. الإجراء الفحوص المناسبة بالدوري غير الفحص والجس يلجأ عنا بعدين بالإيكو، يلجأ بعد منا إلى الصورة الشعاعية، ولا سمح الله إذا كان في تطور أكثر نلجأ إلى المرنان والطبق المحوري لتحديد الانتشارات وتوضعات هذه الأورام. نعم، يعني دكتور حضرتك حكيت عن فكرة كتير مهمة أنه ممكن يكون في عنا أورام سرطانية وأورام ليست سرطانية، وهون يمكن بيصير في لغط بالموضوع، الأشخاص بيتخوفوا، وخصوصا ممكن كمان يعني بالحكي الشائع أنه لا خلص ما دام عندك ورم رح يتحول لخبيث. أنا كيف بقدر أعرف هذا الشيء؟ وخلينا نحكي عن الأنواع السرطانات أيضا، لأنه السرطان له أنواع. بشكل عام الأورام هي تكون على الشكل التالي: في أورام بالأقنية الحليبية، في أورام في الأسناخ، أسناخ الغدية، في أورام في الكتلة الشحمية للثدي. هي 3 أشكال. هالثلاث أشكال تتضمن السليمة والخبيثة، وتتضمن هذه الأشكال حتى مرحلة الدورة الشهرية. يعني إحنا كل آفة مرضية هدلون تتفاعل مع الجسم مع الطور الأول من الدورة الشهرية والطور الثاني من الدورة الشهرية. هلا في حال وجود أي شكل من الأشكال الآفة، المرأة أو الطبيب بطريقة الجس الظاهر لا يمكنه أن يحدد وضع هذا النوع إلا إذا كان هناك تغير بالشكل السطحي لكتلة الثدي. يعني إذا كان إحنا عنا مظهر قشرة البرتقال، تغور الحلمة، ميلان الثدي، تصلب الجلد، هذه اتجاهات الخباثة بالشكل السريري هذا عن نحكي نحن. أما الشكل الحقيقي للتشخيص هو يعود إما للبزل وإما للخزعة، وخزعة مفتوحة أو خزعة مغلقة للتشخيص الكامل. وبعد منها التشخيص هي يأتي مباشرة عنا استئصال هذا الورم أو عقدة لمفاوية للتأكد من درجة الإصابة. هلأ نحن عندما يحدد هذا المرض تحدد آلية التعامل معه. يعني نحن مثلا إذا كان في عنا كيسات مائية وهو كثير ظاهر وكثير موجود عند الفتيات، طبعا هذا من القلة جدا ومن النادر أن يتحول للخباثة، لكن إذا صورت الفتاة بجهاز الإيكو أو الأنثى بين 40 و50 سنة بجهاز الإيكو وظهر في هذا الحويصل المائي تنبتات، هذا قريب للخباثة. هلأ في حال بزل هذه الكيسات لازم يطلع سائل مصلي غير خبيث غير ملون. إذا طلع سائل مصلي وفيه دم يفضل اللجوء للخزعة، لأنه هون في احتمالية صار عنا للخباثة، توجه الخباثة. هلأ إذا في عنا كتلة ليفية فيبرو أدينوما موجودة، هالفيبرو أدينوما هي بتكون عبارة عن كتلة قاسية ليفية موجودة في جسم الثدي، إما بتكون عميقة وإما سطحية خلف الحلمة أو في الجهات الأربعة الموجودة حكينا فيها. هلأ أحيانا هاي بصير فيها ألم دوري عند الفتاة، خاصة إذا ملابسها اللي عم تلبسها فيها معادن أو بلاستيك أو عم تنام على الثدي، بصير هذا النسيج طبعا هو نسيج غير نسيج الشحم والنسيج الغدي الموجود في الثدي، فبصير ارتكاس عند ألمي. إذا صار في رض بصير ألم، فأحيانا تلجأ لعلاجات التهابية والتهابات مضاد وزمي حتى نخفف من حدة الألم. هذه بتوصل أحيانا قياساتها 2 إلى 3 سنتيمتر وتصل حتى 14-15 سنتيمتر، مشان هيك وقت تأخذ مظاهر في التوسع والكبر يفضل إزالتها. الموضوع الثاني هو عندما يتواجد الورم إن كان سليم أو خبيث ضمن الأقنية الحليبية. يعني ليس كل سر
من الحليب من الصدر هو سر حليبي. يعني هذا المشكلة، وكثير غالبية الناس بتفكر انه هذا بسموه الحنية او ما شابه، هذا لا يوجد بالعلم، ما في شيء اسمه حنية او شوق للاطفال او ما. هذا ما بصير. في شيء اسمه السر حليبي. هالسر هذا له اسباب مختلفة، اما ارتفاع الهرمون البرولاكتين، واما لا سمح الله في آفة. الآفة هي اذا كانت موجودة ضمن الاقنية الحليبية وخاصة الاقنية الرئيسية، بصير عندها سر حليبي مدمى او مخضر، هذا فيه علامات غير جيدة، فيجب مباشرة بذل هذا الشيء والتوجه مباشرة للمعالجات اللازمة. بيجي عندنا الخطوة اللي بعد منها كمان آفات سرطانية بتكون موجودة مختلف أوضاع الثدي مثل ما حكينا، لكنها أحيانا بتكون في السطحية تحت القشر الثدي، يعني تحت الجلد الثدي، وأحيانا بتكون منها في الأسناخ، وأحيانا بتكون في الأقنية الحليبية. طبعا هذه تعطي مظهر التهابي، مظهر التهابي تتراوح أحجامها بين 0.5 وحتى تقريبا 2-3 سنتيمتر، وأحيانا تتراوح بالحالات الاندستيج، يعني الحالات المتقدمة جدا، تأخذ حتى مظهر الثدي كامله. كل مرحلة من هذول المراحل يجب أن يكون فيها سرعة في المعالجة حتى تتم عملية البقية عند المريضة. للأسف الشديد عندما يكون الإهمال والاستهتار بهذا العرض، لأنه في شغلة واحدة، الآلام للعرض تزداد طردا مع زيادة حدة الورم، يعني هو بداية ظهوره ما فيه ألم، كل ما زاد الألم معناته أنت عند يتوسع عندك سطح الإصابة ويأكل بالأعصاب المحيطية التي تنقل الألم، وخاصة تحت الجلد، ويتغير شكل الجلد ويتغير شكل الثدي. بهذه الحالة هي يجب أن نكون إحنا حريصين جدا لتحديد درجة الحالة، وهي أهم شيء تحديد درجة الحالة يتم بالخزعة أو بالبزل لهذه المنطقة. نعم دكتور، يعني عم ناخذ من حضرتك المعلومة الدقيقة، وما شاء الله ما في داعي نرجع نسألك عدة أسئلة. خلينا نحكي بالوقت المتبقي عن أبرز المقولات الشائعة أو الأخطاء الشائعة بالتعامل مع مرض سرطان الثدي، أو خلال حملة التوعية إذا شفت ممارسات معينة عم بتكون أو أفكار خاطئة ممكن كمان ننوه عليها. طبعا إحنا الأفكار الخاطئة اللي هي إحنا كتير في عنا أحيانا بيكون الإهمال بوضعية الفيزيولوجية للمرأة، يعني الفتاة الغير متزوجة يفضل فحصها مثل المتزوجة، يعني احنا ليس هو الزواج هو مقياس المرض. يعني للأسف الشديد يعني إذا فتاة عمرها 32-33 سنة معناتها ما بصير نفحصها؟ يعني للأسف الشديد احنا التعامل مع المرأة هو تعامل معها من سن البلوغ وحتى نهاية حياتها، والتعامل مع الأطفال من سن البلوغ وما حتى بداية حياتهم. يعني الأطباء دائما يكونوا موجودين، أو السلك الطبي أو الرؤى الطبية يجب أن تكون من بداية الحياة حتى نهاية الحياة. فللأسف الشديد كثير راجعونا ناس بالصدفة، يكون مثلا مرافقة للمريضة فتاة، وتفحص الأم أو الست أو المرافقة، هي خلال الحديث بقى تسمع والله قلت لي انا معي هيك معي نفحصها، اكتشفنا حالات خباثه موجوده عن فتيات باعمار صغيره رغم انهم ما جايين يفحصون، جايين مرافقين. فالاسف شديد معناتها الفحص الدوري يجب ان يكون لجميع الاعمار والتوعيه لجميع الاعمار. الموضوع الثاني، وتكون في عنا اصابه، اي مزيل الم اخذته الفتاه او الانثى يوم 2-3 وبعد منها ما استفادت، معناتها الآفية أكبر من أنه تستفيد على مركنات ومسكنات، فيجب أن تراجع طبيب. يعني ما بيصير إحنا مثلا أخذت اليوم أنا سيتامول ما مشي حال، أخذنا بروفين ما مشي حال، كل مرة بتسأل رفقاتها بتأخذ شغلة أكثر، هذا الأسف شديد. أول العيار مثلا، أول العيار هذا غلط، معناتها أنت وقت ما استجبتي بالكميات الصغيرة معناتها في مشكلة أكبر. الموضوع الثالث هو الفحص الدوري، ما ضروري كل فتاة تنفحص تحت 30 سنة بالأشعة إلا إذا ثبت المرض، فيها تعمل فحص إيكو، والإيكو ليس له أضرار مرة. أما وقت بيصير عندنا نحن اشتباه بالشيء بإمكاننا نلجأ للفحص الشعاعي. الموضوع الرابع، المعالجات الموجودة للأورام لا تعني استئصالات الثدي، يعني أنا صار في عدة طرق للعلاجات، العلاجات الجراحية والعلاجات المحافظة والعلاجات الدائمة الداعمة. الموضوع الثالث هو في كثير فتيات عملوا العمليات وتركوا العلاجات بسوء، مثلا سوء هضم او ما تركوا علاجه، هذا يؤثر للارتكاسات عوده الافه مره ثانيه. يعني ما بيصير كمان احنا نسمع اقوال كثير ناس والله عملت العمليه خلص راح، لا. موضوع الثالث وهو الاكثر شيء، انا ما بساوي مثلا خزعه، ما بساوي لطاخه، ما بساوي كذا، قال شو بينتقل المرض، بيكون انثى بصير بينتقل منطقه. بالعكس
انت وقت عم تعمل خزعه او عم تعمل الرشافه انت عم تتاكد من التشخيص لتلتي للخطوه الثانيه من العلاج. صحيح. هدول اهم خمس او ست نقاط شوفهم دائما نحن وقت يصير بفتره التوعيه ويصير مراجعه المرضى بشكل كبير انه بده توعيه. انا رايي التوعيه يجب ان تكون خلال هذا الشهر هي انتنسيتيف كثير قويه، لكن التوعيه بشكل دائمه مثل ما حكينا اكثر مره من بدايه المدارس وانتهاء بالجامعات يجب ان يكون في توعيه، لانه هو صراحه نحكيها الجوهر الاساسي في كل اسره هو الام، وقت تنضرب هالجوهر الاساسي هالام ضاعت معاها كل احلام الاسره، ان كان في اطفال او كان في اسره بتضيع هالشيء للاسف شيء، ونامل من الله انه دائما تكون الام موجوده حتى تحمي اسرتها. اكيد، يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور على كل النصائح اللي قدمتها، ونتمنى اكيد نكون درنا خلال هذا الشهر يعني نشمل جميع الجوانب اللي بحاجه لتوعيه بسرطان الثدي خلال الشهر الوردي. شكرا لك ولكل الاطباء والاختصاصيين اللي كانوا موجودين معنا طيلة هذا الشهر. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور. مثل ما ذكرت حضرتك بتعطينا دائما المعلومه الدقيقه. بدنا نرجع ننوه على كذا نقطه وردت. اهم شيء كثير شفته شائع عند الصبايا هو انه بدها تروح فورا تعمل الصوره الشعاعيه، هي لازم تكون بعمر معين فوق 30 في فحص الايكو اللي هو ابدا ما بيكون له اي اضرار جانبيه، الفحص المبكر يلي لازم يستمر معنا على مدار السنه ويمكن بيقولوا كل 6 شهور. صحيح دكتور، تمام. شكرا كثير لك دكتور.